ما الناس ماتوا من بردة من بردة تحملوا العمر تبددوه تحملوا العمر تبددوه آه آه ما أطيبه ما أطيبه بدنا مرابي 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 وعدا وعدا مثل ما الناس ماتوا من بردة من بردة تحمل العمر تبدلوا تحمل العمر صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا يوم 14 شباط عم يحتفل العالم بعيد الحب اللي يمكن مع مرور الزمن أخذ مفاهيم ثانية فكل عام وكل سوري بألف خير إن شاء الله تضل المحبة عامرة بقلوبنا جميعا لأنه المحبة وحدة بالمحبة وحدة قادرين نضل جنب بعض ونكون سند للأخ وللأب وللأم وللصديق وللزوج وللأبناء كل الحب والاحترام بنوجهها لأبطالنا بالجيش العربي السوري المنتشر على الجبهات وبنقول لهم الله يحميكم يا شباب وين ما كنتم متواجدين. وقبل ما نبلش رحلتنا الصباحية أكيد بدي صبح على زميلتي سلمى بقول لك صباحك حب ومحبة. صباحك نور وخير وطاقة إيجابية مثلك نور. ويمكن مثل ما قلتي الحب هو مو بس لهي المفاهيم والعادات اللي هلأ أو من فترة قريبة صرنا عم نشهدها بين اثنين، لا هي بس يمكن يكون حب لصديق، حب لأخ، حب لأم، حب لحب أسماء أكثر من هيك، هو حب الوطن. يسعد صباحكم مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم هو يوم جديد بحياتنا، يمكن تاريخه مميز لكثير من الناس وعم ينتظروه. أكيد كل الناس بتحب اللي بتحب بعضها مو ناطرة بس يوم بالسنة ليقولوا هالشي، إنما صار هذا طقس بيحتفلوا فيه بكل مكان. كل يوم إن شاء الله يا رب يضل الحب والأمان ملي حياتنا وملي سوريا. أكيد حبنا الأول والأخير دائما لأبطال الجيش العربي السوري، بكم نصرنا وبكم فخرنا وبكم عزنا. يسعد صباحكم مشاهدينا، فاصل ونبدأ فقراتنا. Thank you.
اليوم سلمى بنبتدي رحلتنا الصباحية بجولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية مع دراسة حديثة أكد خلال الباحثون أن البطاطا تعد طعاما متكاملا ويستطيع الإنسان التغذي عليها لوحدها طيلة عمره دون أن تسبب له الأمراض أو التراجع بالحالة الصحية. نور، أكدت الدراسات من الأخصائيين أن تناول البطاطا بالغذاء اليومي يقي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض خرف الشيخوخة، بعد أن صنف خبراء التغذية البطاطا سابقا ضمن فئة الأطعمة الضارة. وأوضح الأخصائيون أن البطاطا تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المعدنية المتعددة، كما تتميز باحتوائها على مغذيات مفيدة كالألياف. وبينت الدراسة الوبائية التي شارك فيها الكثير ممن يتناولون البطاطا أنها تؤثر إيجابيا على عمل القلب والأوعية الدموية، لذلك يعتبرها العلماء غذاء متكامل يكفي الإنسان حتى لو تم الاعتماد عليها بشكل كامل في نظامه الغذائي إلى آخر العمر. يعني خبر حلو لكل يلي بيحبوا البطاطا، بس يمكن هون ما كتير تناولوا الأساليب اللي ممكن تدخل هي فيها بالغذاء. هلا نحن بنعرف إنه البطاطا المقلية شوي مضرة نوعاً ما، فينا المسلوقة أو المطبوخة بتكون أفضل. أنا إلي ذكريات مع البطاطا، مثل ما قلتي البطاطا المسلوقة ونحن صغار دائماً لازم تاكلي لبن وبطاطا مسلوقة. رح نروح نور لخبر تاني، وللصين يلي عم تعتكف حالياً على تشييد أكثر مدينة مجزرة بالعالم، وتقوم الفكرة على جعل النباتات تغطي كافة المباني. سلمى في خطوة تسعى إليها أو تسعى لمواجهة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ، ويترقب أن تأتي المدينة ثلاثين ألف شخص بمجرد انتهاء الأشغال فيها في غضون سنوات قليلة مقبلة. ورح تضم المدينة كل مرافق الحياة الضرورية مثل البيوت والفنادق والمستشفيات والمدارس، وأيضا رح تكون مغطية بالمجمل بأربعين ألف شجرة ومليون نبتة. سلمى تستطيع أشجار المدينة ونباتاتها امتصاص 10,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن 57,000 طن من الملوثات كل سنة، كما تنتج قرابة 900 طن من الأكسجين وفق ما نقلت ديلي ميل البريطانية. تخيلي مثلا مدينة كلها أشجار. حلوة الفكرة، يعني مدينة صحية بامتياز وطبيعية. أكيد من فترة سمعنا كمان كان باليابان يمكن عن الكبسولات المليانة أكسجين. صحيح. بسبب طبعا تعرض هاي الدول الصناعية لغازات سامة بسبب المصانع الكتيرة باعتبار مدن صناعية، فكان وصلوا لمرحلة أنه يعملوا طابات معينة مليانة أكسجين ويبيعوها بدولار. بس فعليا قديش نحن اليوم عم نبق ناقوس الخطر، يعني بتحس يمكن بعد سنوات كمان نحن عن جد رح يكون في عنا احتباس حراري كتير كبير. أكيد. فحلو انه بعد من العلماء والباحثون عم يحاولوا يلاقوا حلول بأوقات سريعة، لانه بتحسي انه الايام شو مخبيت لك ما بتعرف. اكيد هذا كله كمان ضريبه التكنولوجيا والتطور الزايد، عم ندفع ضريبه بانه عم نخسر البيئه الطبيعيه تبعنا. لهيك كنت بتحبي تعيشي باي زمان سلمى؟ انا بحب اعيش بالاربعينات. انا بالستينات. رح نروح لختام جولتنا المنوعه لليوم بمدينه ريو دي جانيرو البرازيليه، حيث شارك الالاف من عشاق رقصه السامبا في الليله الاولى للكرنفال السنوي الذي يجذب مئات الالاف من السياح كل عام، ويعتبر من اشهر معالم البرازيل. Thank you.
جهنا سواري جها إيبيرو إيبيرو كوستا ماش بير إيبيرو ترافيكا جديد او حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمته، ممكن تشكل هالبصمه فاصل التحول بحياتنا. فشو الاحداث يلي تركت بصمتها مثل هاليوم؟ خلونا نتابع بالتقرير التالي. لكل يوم احداثه واخباره، منها ما يكون بصمه في سجلات التاريخ واخرى تمر مرور الكرام دون اي اثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1859 أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية. عام 1876 ألكسندر جراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف. عام 1899 الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية. عام 1905 زلزال في جزر أندريانوف بالألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة. عام 1912 تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت. عام 1912 الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الجريجوري. عام 1946 إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا. عام 1946 تأميم بنك إنجلترا. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1869 تشارلز ويلسون عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929. عام 1917 هيربرت هاوبتمان عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في عام 1779 جيمس كوك مستكشف إنجليزي، وعام 1961 زكريا أحمد ملحن مصري. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. كثير من الشخصيات يلي كان لها بصمة بالتاريخ وسجل اليوم 14 شباط ولادتها أو وفاتها. خلونا نتابع مين شخصية اليوم بالتقرير التالي. زكريا أحمد موسيقي مصري وأحد عمالقة الموسيقى العربية، ولد عام 1896 لأب حافظ للقرآن وهاو لسماع التواشيح، مما أكسب زكريا الحس الموسيقي. دخل الكتاب ثم درس بالأزهر، وذاع صيته بين زملائه قارئاً ومنشداً ذا صوت حسن. درس زكريا الموسيقى عند الشيخ درويش الحريري الذي ألحقه ببطانة إمام المنشدين الشيخ علي محمود، كما أخذ زكريا الموسيقى عن الشيخ المسلوب وإبراهيم القباني وغيرهم. في عام 1919 بدأ زكريا رحلته كملحن بعد أن اكتملت لديه معرفة الموسيقى وتفاصيلها، حيث قدمه الشيخ علي محمود والشيخ الحريري إلى إحدى شركات الإسطوانات. في عام 1929 بدأ التلحين للمسرح الغنائي ولحن لمعظم الفرق الشهيرة مثل فرقة علي الكسار وفرقة نجيب الريحاني وزكي عكاشة ومنير المهدية، وبلغ عدد المسرحيات 65 مسرحية لحن فيها أكثر من 500 لحن.
في عام 1931 بدأ التلحين لأم كلثوم، حيث لحن لها 9 أدوار، والكثير من أغاني أفلامها مثل الورد الجميل، غني لي شوية شوية، ساجعات الطيور، قولي لطيفك، كما لحن لها في الأربعينيات عدداً من الأغاني الكلاسيكية الطويلة التي صارت علامات فارقة في تاريخها، مثل الآهات، أنا في انتظارك، الأمل، حبيبي يسعد أوقاته، أهل الهوى، والحلم. واختلف معها سنة 1947 حتى عام 1960 عندما لحن لها آخر روائعه هو صحيح الهوى غلاب، وتوفي في 14 من شباط عام 1961. ويعد زكريا من رواد فن الطقطوقة، حيث ارتقى به شوطاً عظيماً، كما كانت ألحانه كلها غارقة في العروبة والأصالة، وأعيد تقديم أعماله المسرحية سنة 1970 إحياءً لذكرى هذا العملاق. سبع سنوات من الحرب على سوريا لم تتباطأ نبض العطاء فيها أو بعروق الشباب السوري، ففي كل مجال من مجالات الحياة كانوا قلب واحد يمدوا يد العون لبعضهم البعض رغم كل الظروف. أكيد نور، لأنه الشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبى البني البشر، كان لابد من الوقوف إلى جانب ذويهم، وهذا ما قامت به جمعية سوريا بتجمعنا بدمشق وارفة ضمن زيارتها لأسر الشهداء. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع بصرنا يكون بصباحنا غير لليوم سيزار القصار عضو مجلس إدارة جمعية سوريا بتجمعنا، ولميس نداف متطوعة بالجمعية أيضا. نسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. سعد صباحكم يا رب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي عن الحملة اللي أطلقتوها مؤخرا لمسة وفاء، وعم تحاولوا يمكن من خلال هاي الحملة توصلوا لأكبر عدد من الناس وأكبر عدد يمكن من المحافظات. أول شيء نقول الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويخلينا ويحمي جيشنا البطل. لمسة وفاء هي رسالة عفوية صغيرة نابعة من القلب، ولتوصل للقلب لزوي الشهداء اللي نحن بنتشرف انه نكون ببيتهم، نكون جزء من عيلتهم، نحاول نقضي وقت معهم، نستمد منهم من قوتهم، نتعلم منهم من اولادهم اللي عم يقدموا لنا يعني فعلا صوره كثير حلوه عن البلد، عن الأمور اللي عم تصير بالبلد، عن الأزمة، عن ناس قوية رغم كل شيء صار فيها خلتنا يعني نقوى فيهم، بدال يعني ما تروحي لعند أسرة الشهيد وتحسي حالك إنه بدك تواسيهم، لا بتحسي حالك هني عم يقووكي، هني عم يعطوكي يمدوكي بالقوة بالكرامة اللي هي موجودة فيهم وموجودة بكل سوري أكيد. بس بيبقى عند ذوي الشهداء يعني أثر، يعني عند أسر الشهداء شيء ما بتقدري تاخديه من أي مكان تاني، وشيء هيك بتحاولي توصلي لهم اياه، شو ما وصلتي لهم بضل شيء قليل للتضحيات الكبيره اللي هن عملوها، يلي لولاهم اكيد ما كنا نحن هلا قاعدين هون وعم نعمل تطوع لاي شيء ثاني او لاي فعاليه ثانيه. اكيد يعني مثل ما قلتي نحن دائما كلنا فخر بكل أكيد. شهيد بسوريا عسكري ومدني، هي اللمعه بعيونك هي كفيله لتحكي قديش في تجربه حلوه لما بتروحي مو ما بدنا نقول تمدي ايد العون، لا نحن عم نقدم شيء بسيط يمكن من قدام اللي هن قدموا. سيزار هي الحمله بلشت من اسبوع تقريبا، خلينا نحكي لامتى هي مستمره وشو المحافظات اللي ممكن تتوجهوا لها او عدد الاسر اللي مستهدفين من هالحمله؟ الحمله بلشت تقريبا صار لها اسبوعين هلا، بلشنا بدمشق وريفه، وطبعا هي الحمله توجهت بوقت سابق، هي حمله متجدده مثل ما بيقولوا مستمره لمسه وفاء، حكينا عنها قبل بمره كمان بالاخباريه هون انه كنا بلاذقيه وريفه وطرطوس وريفه بحمله لمسه وفاء، كمان زرنا عدد كثير كبير من اسر الشهداء. بالنسبه لنا نحن بنحب كثير انه نكون موجودين بكل المحافظات السوريه، ما يكون تركيزنا على محافظه واحده
بس هلا مؤخرا كنا بدمشق وريفا. طبعا تشبيك دائما عم بيكون مع وزارة الدفاع مشكورين اللي هن عم بيحطوا خطة فعلا دقيقة للجمعيات اللي حابة ان تكون موجودة بأسر الشهداء بحيث انه يكون في عدل ومساواة بهالزيارات. فانتقاء الاسماء ما عم يكون عشوائيا، عم يكون ضمن خطه موضوعه من الجهات المعنيه. بالنسبه لنا طبعا لمسه توفى مستمره، بالنسبه لنا هي عشقين حتكون هذا الشهر كمان مكملين فيها بكراسي حنقدمهم لجرحى الجيش العربي السوري. طبعا ما في يعني هو ما في شيء له قيمه قدام التضحيات اللي طبعا قدام بطل يعني قدم قطعه من جسمه لحتى يفدينا، لحتى يفدي الوطن، لحتى يكون هذا الوطن حر وكريم وامن. فبضل يعني اي شيء بنعمله هو شيء اقل من القليل يعني لحتى. بس هو حقيقه اذا له قيمه فهو لانه هو فعلا طالع من القلب. حقيقه نحن بكل بيت بنكون موجودين فيه، بنكون بكل قلبنا موجودين، ويمكن هذا الشيء بيوصل كثير لذوي الشهداء، بنسمعه كثير وبنضل احنا على تواصل معهم. نحن بنتشرف انه نكون فرد من اسرتهم، مو هي الفكره انه زياره وشهاده تكريم ومره واحده، نحن كثير بهمنا انه نكون على تواصل دائم. هي نقطة كثير مهمة عم تقوليها، الاستمرار والتواصل الدائم مع عوائل الشهداء اللي مثل ما قلتي قد ما حكينا يمكن ما بنقدر نعبر عن تضحياتهم، وقد ما قدمنا لهم يمكن ما بيجي نقطة ببحر اللي قدموا لنا اياه. هذا التواصل الدائم قديش مهم، يعني نحن خلال فترة الأزمة عم نشوف كثير من الجمعيات والعمل الشبابي اللي بنفتخر فيه بالتواصل الدائم مع أهالي الشهداء، مع إقامة فعاليات ونشاطات بتقول لهم إنه نحن أبداً مو نسيانين الشيء اللي عملتوا لنا إياه اليوم، نحن موجودين فعلاً بفضل تضحياتكم. ما يعني ما فيني اوصف لك الشعور لما تروحي لعندهم. يعني حتى في مره بيت من البيوت الكريمه اللي زرناها كان بالصدفه سنويه زوجة يعني الزوجة الشهيد اللي احنا رايحين نزور البيت مشانه. يعني انت مالك متخيله قديش انه يعني عن جد بكيت من قلبها وانه انبسطت انه في حدا اجى بالسنويه. لحنا كانت مصادفه كثير حلوه يعني بالنسبه لنا انه نكون موجودين بيوم السنويه عندهم. هذا الرد الفعل الحقيقي الصادق انه دائما اللي يعني بيقولوا لنا انه لا ارجعوا لعنا، لا تطولوا علينا. العلاقات اللي بتصير مع اطفالهم، التشجيع اللي بنحاول انه نشجعهم اياه، فعلا هو يعني شيء بيتعدى كثير موضوع انه بس انه واجب تطوعي انه نكون موجودين. اكيد نحن موجودين من اول الازمه عم نشتغل، يعني كنا بشكل فعال وموجودين على الأرض. بس دائما العمل مع ذوي الشهداء دائما له نكهة كتير خاصة، يعني فعلا يعني شيء ما بقدر اوصف لك اياه. يعني نماذج حلوه مشرفه جدا، شيء انساني وروحاني بتحسي بنفس الوقت، هو مزيج طبعا. يعني نحن في يعني موقف صار معنا اخر الشيء بزياره كنا فيها، نحن يعني ما بنطلع كلنا على البيت، يعني بنقسم بعض مجموعة. تمام، يعني اربع خمس اشخاص يطلعوا كل بيت يعني يفوتوا عليه. ففي بيت يعني استدعى استنفار كامل، طلعنا كلنا لفوق لانه برايي انه كان جدير بزيارة كل أعضاء الفريق، لأنه يعني نموذج مشرف، إنسانة يعني زوجة شهيد. شو ما حكيتي قليل فعلا، يعني أنه تخيلي أنه بعد ما توفى زوجة أنه تطوعت هي بالجيش، يعني تطوعت لحتى تكمل المسيرة يعني. وابنه الوحيد عنده شاب وحيد ما في غيره كمان تطوع هو. بس يعني بس قعدنا هيك معه أنه فعلا يعني وطنية وقيم أخلاقية وتربوية تسمو على أي شيء تاني. بعدين على مر 7 سنين يمكن سمعنا كثير من القصص اللي الناس ممكن تقول معقول طيب هيك، يعني شفنا سيدة بحما يمكن كانت اللي 6 أو 7 أولاد من أولادها بالجيش، ويمكن بتقول لو لسه عندي أكثر لأبعت الباقي. صحيح، يعني سيدة مغياس اللي عندها 5 شهداء 5 شباب لإلها، يعني المرأة السورية خلال فترة الأزمة كانت نموذج للأصالة، نموذج للصمود القوة، يعني شيء بنفتخر فيه على يعني نموذج لازم أنا برأيي يدرس المرأة السورية بهالأزمة بالذات. يعني ونحن بكل بيت زرنا من ذوي الشهداء لمسنا هالقصة، يعني بتحسيها يعني عم تكمل مسيرة جوزها. يعني ما أغلب الأسر اللي زرناه هون بتحسي إنه ما وقفت، بالعكس قالت واجبة وقعدت أقل من اللي عم تعمله وكملت أولادها،
كملوا مسيرة أبوهم، وحتى الصغار الصغار عارفانين مثلا إنه البابا وين راح، ليش راح، شو سوا، عارفانين وبيقولون إنه سوريا غالية وسوريا نحن بكرة بدنا نكبر ونصير مثل بابا. يعني هذا الشيء بيخليك الأمل عندك صار كبير كتير بهالجيل اللي بده يطلع، هالجيل اللي متفتح عارفان حاله لوين ماشي أو شو صاير حواليه، عارفان القصة كاملة. يعني ما بقى بيصدق كلمة من هون كلمة من هون، عارفان حاله وين ماشي، وإن شاء الله الأمور يعني إن شاء الله. أكيد طبعا الله. بتستشعري عظمة هذا الوطن اللي يعني فعلا هي قضية ما لا مجرد أنه يعني مثل ما بيفكروا أنه هي شيء أنه هيك عابر أو هي واجب بس عم يقوموا فيه، هي فعلا قضية كبيرة فعلا. بتكتشفي دائما بلحظة بتوقفي هيك أنه بتلاقي فعلا مزروع بدمك، مزروع بكل جوارحك، مثلك مثلهم. يعني نفس الشيء أنه فعلا في وطن بيجمعنا، فعلا سوريا بتجمعنا، وبتفهمي ليش، يعني بتفهمي انه ليش انه هن هيك بهالقوه وبهالصمود. يعني فعلا هي زيارات بالذات بالنسبه لجولات ذوي الشهداء نحن بنكون بقمه المتعه بوجودنا معهم فعلا. أكيد. بدي أسألك بس تفصيل صغير، يعني خلال زيارات هي معروف أنه هي لمسة وفاة بتكون الجزء المعنوي فيها أكبر، ولكن هل عم بيتم مثلا باعتبار أنتم عم تشبكوا مع جهات رسمية، هل عم بيتم دراسة أوضاعهم، هل ممكن تقدموا شيء أو تساعدوهم بشيء معين؟ أكيد. لحنا بالنسبة لنا الحالات الخاصة اللي بنمر فيها، مثلا في يعني ابنة شهيد بحاجة لعلاج معين، عندها مشكلة، أكيد لحنا حنضل على تواصل معنا، وبلشنا يعني بلشنا نشبك بينا وبين جهات لحنا إن شاء الله حنكون موجودين معها للعلاج. كمان في زوجة شهيد تاني، كمان ابنها كمان كان عنده مشكلة كمان صحية بيسمعوا، كمان إن شاء الله يعني موجودين دائما مع في يعني تخيلي إنه بيشاركونا بأدق همومهم. في زوجة شهيد مترددة مثلا إنه بالنسبة للمدارس، بالنسبة لإنه تبعد أو ترجع مثلا عند أهلها، أو يعني بيشاركونا بأدق المشاكل. يعني عم قلك إنه من اجتماعيا نفسيا معنويا نحن فعلا موجودين معهم، بننبسط إنه يحسسونا إنه نحن فرد من العيلة، مالنا جايين بشكل رسمي وزيارة ورايحين بس يعني. فدايما لا تواصل معهم، وأي شيء لحنا بيطلبوه يعني بيعرفوا هنين، يعني أنه أي شيء لحنا بنقدر نساعد فيه ما منقصر أكيد. وإذا ما بنقدر بنحاول أنه نشبكهم مع جهات تقدر تساعد أكيد. لحنا قديش مهم اليوم التشبيك مع جهات المعنية والعديد من المؤسسات، إن كان قطاع خاص وقطاع عام، لدعمكم اليوم. هيدا التشبيك قديش مهم كمان لدعم أسر الشهداء في ظل ظروف يمكن اقتصادية معيشية صعبة عم نعيشها اليوم. أكيد طبعا هي هبلش لك بالأخير، وطبعا الظروف الاقتصادية هي اللي عم أوقات تعرقل مثلا أنه هالمساعدات أو هيك. بس بكل الأحوال فعلا مشكورين يعني الجهات المعنية. بلشنا صلنا سنتين ثلاثة عم نتدارك النقص اللي كان حاصل، عم نتدارك التنظيم اللي كان حاصل، لأنه بتعرفي يعني إحنا انصدمنا باللي صار أو بالعدد مثلا أو بعدد الشهداء أو بالأزمة أو الحرب، قديش فعلا قلبت الحرب شرسة وقوية يعني علينا. فأنه يعني صار في تنظيم أكتر، صار في مثل ما خبرت حضرتك بأول لقاء أنه صارت مثلا أنه صار في خطة للزيارة بحيث أنه ما يتكرر قبل ما يصير ضبط العمل بشكل أكبر، ما يكون عشوائي. تمام تمام. حتى بالنسبة لموضوع الكرامة في مثلا تصور معين لوين بدهم يروحوا، يعني كل شيء صار ما عاد يعني انتفى العشوائيه تماما تقريبا، وصار كل شيء موضوع منظم، موضوع صار فعلا عم ينشغل عليه بتعب وجهد. وشكرا لكل مين يعني فعلا عم يشتغل من قلبه، لانه هدول اكبر من انه شغل، هدول امانه باعناقنا. لانه يعني وجودنا باي ارنبه بهالبلد هو بسبب هالدماء الغاليه اللي نزلت على الارض. اكيد. فيعني ذوي الشهداء اكبر بكثير من اي شيء لاي اتجاه ثاني. اكيد. لميس سريعا قبل ما نختم مع سيزار ونعرف شو ابرز انشطه السنه، شو بتحبي تقولي يمكن لكل سيده ولكل حدا ممكن يكون بمكانك متواجد بسوريا بتجمعنا ويقدر يقدم شيء؟ بحب اقول له يعني يشتغل
ويعمل ويقدم اي شيء بيقدر عليه من اي محل قاعد فيه، مو ضروري يكون بجمعيه، هو قاعد يقدم اي شيء صغير، لانه اي شيء بيعمله بهالوقت بالذات للبلد اكيد رح يخدم البلد، واكيد طول ما كنا نحن متعاونين ومتماسكين سوا رح نخلي البلد احسن ورح نخلي بكره احلى ان شاء الله. وباذن الله بكره احلى والنصر قريب وكلنا ان شاء الله بخير ان شاء الله. يا رب. سيزار، يمكن العام بعده ببدايته، اكيد في آلية عمل جديدة وجدول جديد لأعمالكم، خلينا نحكي شو النشاطات القادمة إن شاء الله لكم في الجمعية. أكيد عام فعلا بلساته بدايته وخططنا لساته كلها في مجهود كبير عليكم. أكيد اليوم. أكيد، وبالعكس نحن هذا أحبنا علينا بصراحة، يعني شيء كتير حلو ومبسوطين، وإن شاء الله عنا خطط كتير كبيرة جاي. هلأ أقرب شيء حقلكم أنه مثل ما خبرتكم هلأ مستكملين زيارات لذوي الشهداء وحاطين رقم، يعني أنا مثلا أنه بال2017 وصلنا لهذا العدد، بدنا نتخطى ونوصل لعدد أكبر، يعني في أهداف أساسية. أوقات بتشوفي الفاعلية أكثر من العدد، بتشوفي الفاعلية، بتشوفي الاحتياج مثلا المعين تبع هالأسرة بأي اتجاه، هذا أوقات أهم من العدد. يعني فيكي تخففي الفاعلية وتكبري العدد، بس هو ما رح يعني هو بالنهاية هو يكون في نتيجة. تمام، أنت بدك تشوفي النتيجة أهم هذا بكتير من العدد. فلسه عنا إن شاء الله جولات مع ذوي الشهداء، أكيد هلأ مكملين بدمشق وريفة، بس أكيد محافظات تانية عن قريب. وكم وهلا كمان في عنا الجرحى والكراسي المتحركة كمان إن شاء الله كمان حتكون هي جزء من حملة لمسة وفاء، حتكون الأسبوع الجاي. بعد عنا حملة مع جرحى بالمشافي اللي موجودين بالمشافي العسكرية، إن شاء الله هي حتكون كمان على الشهر الجاي بانتظار استكمال التحضيرات لها. متوجهين بشهر 3 لمحافظة اللاذقية وطرطوس لنكون موجودين مع الجرحى اللي تقريبا تعافوا، بقيت معهم اصابات دائمه للمتابعه. تمام، لبرات المستشفى، لا مو للمتابعه، لحتى نكون معهم بمشروع كبير ان شاء الله عم نحضر له. مشروع له ديمومه واستمرار يعني كبير ان شاء الله، وان شاء الله هيك يا رب نكون هيك على قد المسؤوليه اللي دائما ملقاه علينا اللي نحن بنلقيها بكل حب لاتجاه هدول الأشخاص اللي نحن كتير بيعنوا لنا. أكيد أكيد طبعا. وتحية دائما أبدا لأبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد. شكرا كتير لوجودكم معنا، ونتمنى لكم التوفيق بكل المشاريع. شكرا لكم، نحن دائما كل حملاتنا ما بتكمل إلا مع الإخبارية. شكرا لكم، مشروعكم الكبير القادم اللي عم تحضروا له سوريا أكيد بتجمعنا ورح نكون معكم، بنتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم، ودائما يمكن الأمل المرسوم بعيونكم اليوم هو بيأرجينا اليوم أنه بكرة أكيد أحلى. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لوجودكم. اما هلا سلمى خلينا نروح بجوله على ابرز الاخبار الثقافيه والمحليه والعربيه والعالميه، والبدايه من حلب، فقد كرمت نقابه الفنانين الفنان عمر سرميني الذي عاشق حنجرته الذهبيه اهالي حلب، وذلك عبر حفل تراثي بعنوان ليالي الورد. تفاصيل اوفى بتقرير مراسل الاخباريه السوريه في حلب وليد هناي. كرمت نقابة الفنانين الفنان عمر سرميني الذي عاشق حنجرته الذهبية أهالي حلب من خلال حفل تراثي بعنوان ليالي الورد. شارك في هذا الحفل عدد من الفنانين السوريين مقدمين درعا للفنان عمر سرميني تكريما له على صموده طوال أعوام ماضية، خصيصا بأنه لم يغادر مدينة الغار ولو للحظة واحدة. نحن اليوم عم نشهد حفل فني، هذا الحفل الفني ما انقطع في حلب وكان مستمر، كان البعض يصفح دمنا على تراب وطننا، ومع الشيء كنا نغني للحرية، نغني للأمل، نغني للمستقبل القادم، نغني لسوريا الجديدة المتجددة دائما. اليوم هو حفل فني خاص من نوع خاص، كما كرمت حلب بأنه صارت هي مثل ما بيقولوا أم سوريا الصغيرة، منقول كمان حلب اليوم عم تحتفل بتكريم قامة من قامات الفنية الكبيرة ألا وهو الفنان الكبير الأستاذ عمر سرميني. نحن اليوم كنقابة الفنانين بسوريا وبرعاية كريمة من القيادة السياسية في حلب ممثلة بالرفيق أمين الفرع وقيادة فرع الحزب حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب، نكرم زميلنا قامة من قامات الغناء العربي الأصيل هو الفنان الكبير عمر سرميني. بعد سنوات طويلة عانتها مدينة حلب من الحصار ومن قذائف الحقد والإرهاب التي تعرضت لها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، اليوم حلب تنفض الغبار عن مسارحها وعن منابرها الثقافية وتعود الحياة الثقافية والفكرية كما كانت بل أفضل إن شاء الله. تضمن الحفل عدد من الأغاني والمواويل الحلبية الطربية
قدمها الفنان عمر سرميني التي أطربت الحضور. أهل حلب هن الحقيقة دايماً عايشين على مثل ما بقولوا على السجية وعلى الطبيعة، هن أهل الضحكة وأهل النكتة الحلوة، هن نفوسا طيبة يعني مرت فيهم هذه المحنة. نسأل الله يعني يفرج عن هذا البلد، وإن شاء الله دايما الأمور في إلى أحسن. حلب صامدة، حلب لن تموت، حلب تمرض بس ما بتموت. شايف الشعب، هذا الشعب الحلبي، هذا الشعب ملتصق بتراب أرضه. الشعب الحلبي شعب النغمة، شعب الطرب، شعب الأكل، شعب السمر. هذا الشعب الحلبي شعب متميز عن كل شعوب الأرض. الفن الحلبي الأصيل له وزنه، وما يقدمه الفنانون الحلبيون عادة هو فخر، وما تقدمه حلب من فنانين ليس بغريب على مدينة قلعتها مثل هؤلاء الفنانين. وخبرنا التالي عن الفيلم السوري ليليت سوريا للمخرج غسان شميط وأنتاج المؤسسة العامة للسينما، الذي سينطلق بعرضه الخاص يوم الخميس المقبل في دار الأسد للثقافة والفنون. الفيلم يتحدث عن النسيج الوطني السوري بألوانه المتعددة والمتجانسة ضمن إطار من أحداث تجري في مطعم شعبي يضم عدد من الشخصيات السورية التي تخلق فيما بينها الكثير من التفاهم والمواقف مودة رغم التباينات الشكلية. وهو مأخوذ عن رواية تحت سرة القمر للكاتبة جهينة العوام، ويجسده عدد من الوجوه السورية البارزة منهم لينا حوارني وعبد الرحمن أبو القاسم وعلا الباشا ووضاح حلوم وغيرهم. برومو الفيلم بنتابع سوا. خذي المفاتيح واسبقيني على المزرعة. الله يسلمك ويرضى عليك. لازم اتفرغ لك مشان ارجع ربيك من جديد. اشتقت لك. ممنوع الزينة وممنوع تاكلي بلا خبز، وما بصير ابدا تاكلي بالشوكه والسكين. ليش؟ هذا حرام. قلت باخذ تليفون بابا، شفت الفيديو. عن جد عم تحكي؟ صباح الخير. انت اللي مضيع حالك. ولو كان في بكل المديريات بس اثنين مثلك كانت البلد بألف خير. اي ثياب تلبسيها بيت جوزك مو بيت الحاج عبد القادر. في حواجز كتير اليوم. سامحني بس والله ما عاد أمنا بحدا. بدي واحد يفجر حاله مطعم موالي للنظام. لا خف يا ريكو، لا خف. لا تخليني ارفع ايدي عليك بآخر هالأمر. ليش رشح حاله على مجلس الشعب؟ عشان يعمل اللي بده يعمل دون ما حدا يسأله. الحجي حتى على ربه بنافق. أنا ما عاد أحلم حتى حلم فستان أبيض. يا الله يا تحت العقل. ما يغير شيء بهذا البيت، لأنه أي تغيير هو رجس من عمل الشيطان. وكت هالبنزين وولع بالبيت. شعر وحام ونار. إمتى بدنا نخلص بقى من السياسيين ورجال الدين ليرجع لنا أمنا؟ أنا عاد الدخان. الله يجيرنا من الأعظم. أكيد بلندن ما بصير معك هالأكشن. وبنبقى سلمى بدمشق وننتقل لخشبة مسرح الحمراء ليشهد عرض مسرحي إيمائي صامت حمل عنوان توازن للمخرج كنان العشعوش ومعن دوائر، فقد جسد 22 طالب وطالبة من المعهد العالي للفنون المسرحية أداء جسدي على أنغام أغنيات فرنسية كانت مهداة. والفارق الطبقي يركز ويتناول عبر مجموعة القصص والحكاية والخطوط الدرامية شكلا حكائيا إيمائيا. موسيقى
وإلى خبرنا الأخير من مصر، حيث أثار عرض ما يسمى بالمومياء الصارخة في المتحف المصري بالتحرير اهتمام الزوار، وأثيرت التساؤلات حول عرضه بشكل مخيف ومثير للجدل، حيث كشفت وزارة الآثار المصرية عن القصة الحقيقية لما يسمى بالمومياء الصارخة وسبب تسميتها، موضحة أنها من خلال نتيجة الفحوص للحمض النووي فالمومياء تعود إلى الأمير بنتاور الذي دبر مكيدة قتل فيها والده الملك رمسيس الثالث، ودفن نجل الملك رمسيس في خبيئة المومياءات الملكية بالدير البحري، وبحسب بحوث العلماء فإنه كان ملفوفا بجلد الماعز الذي كان يعتقد أنه غير نقي في مصر القديمة، كما وجدت يديه وقدميه مربوطتين بحبال من الجلد ولم يتم تحنيطه على الإطلاق، وإنما تم الاكتفاء بتجفيفه في ملح النطرون، مضيفة أن علامة الشنق الموجودة على رقبة المومياء تتطابق مع النص الموجود ببردية مؤامرة الحريم التي تسجل قصة مؤامرة على قتل الملك رمسيس الثالث المعروضة حاليا في المتحف المصري. مع هالخبر سلمى بتكون رحلتنا الثقافية وصلت للختام، فاصل صغير بنتابع باقي فقرات صباحنا غير اليوم. رح نبقى ضمن مساحتنا الثقافية لليوم والبصمة السورية الواضحة في هذا المجال، وكان آخرها مشاركة سوريا في فعاليات الدورة 49 من معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب بأغلب مؤسسات ودور النشر السورية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية. للإضاءة على هذه المشاركة معنا هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك وصباحكم خير وغير. دوما نحن الإطلالة اللطيفة بالإخبارية السورية بالبرنامج الصباحي بتكون فعلا خير للمجتمع، خير للي بيتابعها، وخير للمثقفين والناشرين أيضا. أكيد. خلينا نبدأ من زيارة حضرتك الأخيرة، تحكي لنا كيف كانت المشاركة السورية هاي السنة بمعرض القاهرة؟ نحن بتعرفي في كل سنة بيكون في عنا أفكار، خليني أسمي لك إياها أفكار متجددة، أفكار جديدة، منحاول كناشرين سوريين أو حتى كالاتحاد الناشرين السوريين بتفعيل دائما عملنا الثقافي في إن كان في سوريا أو في العالم العربي. نحن إذا بتذكروا سوينا شيء اسمه يوم الكتاب السوري. نعم. في سوريا في مكتبة الأسد وفي المراكز الثقافية في أكثر من تقريبا حوالي من 3 سنوات، ونحن بدأنا هي الفكرة في عام 2018. كانت فكرة المكتب التنفيذي مشكورا لاتحاد الناشرين السوريين أنه يظهر أو ينقل هذه الفكرة أنه نحن نساوي يوم للكتاب السوري في الدول العربية ليس فقط في سوريا. وكانت الانطلاقة الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المعرض 49 في دورته 49، وكانت فعلا مشاركة كتير مهمة وكتير كبيرة. طبعا الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت مساعدة لنا في طرح الفكرة هي وفي تنفيذها، بحيث أنه أصبح هذا اليوم يوم سوري، يوم ثقافي، يوم للناشرين، يوم للنشر. لكن كنا دائما نقول يوم الكتاب السوري ينطلق من دمشق، الآن إلنا ودائما بنقول نحن من دمشق إلى جميع العواصم العربية وإلى جميع المدن العربية. نحن من دمشق بدنا ننقل حضارتنا
إلى جميع المناطق وليس فقط العواصم والمدن. لهيك كانت ممكن المشاركة واسعة وكبيرة وفعالة في المعرض وكان في تفاعل كتير كبير. خلينا نحكي عن هيدي المشاركة، شو اللي تميز فيها مثل ما قلت حضرتك الانطلاق من دمشق لجميع يمكن البلاد العربية والعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. كان في مشاركة لافتة لكم، خلينا نحكي عن هي المشاركة وأهميتها اليوم بظل الظروف الصعبة اللي عم تعيشها سوريا، خصوصا أنه جميع دور النشر السوري شاركت تقريبا. هلا هي انا اول شيء بدي اقول لك على اهميتها. نحن اليوم بصراحه نحن عم ننطلق من حس وطني كبير، اهميتها اهميه ايصال الصوت السوري الوطني الحقيقي باننا نحن ابناء الحضاره السوريه. يجب ان يعلم جميع من هو خارج سوريا اننا نعيش هذه الرؤيه الوطنيه، اننا جميعنا ملتزمين بسوريا، بسوريا الحقيقيه، سوريا الحضاره، سوريا الثقافه. هي الهدف الرئيسي، ايصال الوجه المشرق لسوريا، كان هذا هو الهدف الرئيسي والاول لواقع وجودنا بيوم الكتاب السوري في القاهرة، ونقل أيضا ثقافتنا وحضارتنا، نقل حراكنا الثقافي على أن لا يكون مقتصر على دمشق وحلب وحمص والسويداء ودرعا واللاذقية، لا، يكون الحراك الثقافي تبعنا موجود في القاهرة، ربما يكون قريبا موجود في بغداد، ربما بوقت آخر يكون موجود في تونس. نحن حقيقة الهدف الرئيسي إيصال هذا الحس الوطني الذي يملكه المثقف، يملكه الناشر، يملكه الكاتب، يملكه أيضا كل من يعمل في مجال الثقافة والنشر، من طابعين، من أعمال تصميم، من رسامين، من فنانين، من مثقفين. هذا الحس الوطني إبرازه هو هذه الهدف الرئيسي الذي سعى إليه اتحاد الناشرين السوريين، إن كان في هذا المعرض القاهرة أو في النشاط الثقافي بمعرض القاهرة أو النشاطات الأخرى. أما عن الفعاليات، وبكل أمانة وبكل صراحة كانت فعاليات مكثفة وحقيقية. نحن كان الشريك الرئيسي، نحن كان في عنا شريك رئيسي بهذه الفعاليات يلي هو اتحاد الكتاب العرب، كان عنا شريك رئيسي أيضا وفاعل اتحاد الصحفيين السوريين، أيضا كان عنا شريك رئيسي وفاعل نقابة الفنانين السوريين. إذا نحن أربع اتحادات يلي هي اتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفيين واتحاد الناشرين واتحاد ونقابة الفنانين كانوا هن الراعي والحامل الرئيسي لهذه التظاهرة. طبعا كان في عنا داعمين، السيد وزير الإعلام مشكورا كان دعم غير محدود، أيضا السيد وزير الثقافة، أيضا كان في عنا زيارة عدد من الكتاب أيضا لهذا المعرض. طبعا كان لنا، بحكي لك الآن عن بعض النشاطات اللي تمت. نعم. كان في عنا افتتحنا يوم الكتاب السوري يوم الجمعة 2/2/2018 الساعة 1 ظهرا بحفل فني أقامه فرقة فنية سورية بإشراف الفنان المبدع خالد شمس الدين، وطبعا بإدارة موفقة من نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان، أنا بوجه له الشكر من هون كمان من هذا المنبر. الشيء الغير معقول أبدا أنه أنت اليوم في معرض الكتاب في مساوين هنا مسرح جماهيري للناس، لكن أنه يكون على الواقف وبدون دعوة يستقطب آلاف من الجماهير المصرية يلي عم تتابع الفن السوري، بصراحة أنا ذهلت. لم نتوقع هذه الـ خليني أقول المحبة الجماهيرية، إحنا بنعرفها لكن إحنا ما توقعنا نشوفها بالواقع. حقيقة أرقام غير عادية، حضور غير 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 متوقع أبدا يعني، وخصيصا نحن عم نقول لفرقة سورية جديدة جاي ونحن عم نعيد تواجدنا ونشاطنا في هذا المعرض أو في القاهرة، القاهرة العامرة يلي نحن دائما نعتز بكل المثقفين المصريين وبالشعب المصري الشقيق حقيقة الذي أبدى هذا التفاعل وهذه اللحمة الوطنية. بدك تعبري عنها، بدك تقولي اللحمة القومية، بدك تقولي عنها اللحمة العربية، لكن الأهم
كانت شيء نحن شفناه بعواطفهم معنا، بقلوبهم كلاتهم معنا، ونحن عم نقدم لهم هذه الوجبة الفنية التي كانت امتدت حوالي ساعتين. نعم. تفاعل جمهور غير أكيد. أستاذ هيثم، نحن كمان تابعنا بعض نعم. من الحفل نعم. وصور أيضا من خلال كنت عم ترسلنا دائما نعم. وكنا عم نحاول نعم. ننقل لمشاهدين صباحنا غير نعم. يوميا نعم. آخر نعم. الأخبار نعم. عنكم نعم. حضرتك حكيت عن المشاركة السورية، ولكن هي ما كانت الأولى بالقاهرة. نعم نعم. عام عن عام يمكن بيصير بيزداد حجم تماماً. المسؤولية، العناوين حتى يمكن اللي بتاخدوها معكم نعم نعم. اللي بتعبر عن سوريا، يمكن أول مرة شاركتوا فيها كانت عناوين معينة نعم تفرضها نعم. الحرب على سوريا نعم. لكن اليوم صرنا بحاجة أيضا لنقول للمشاهد وأيضا للمتابع المصري أو العربي بمثل تماماً. هذا المكان اللي بيروح عليه فقط مو بس من مصر، يعني نحن نعم. عم نحكي عن معرض نعم. القاهرة بتأمه كل العالم من جميع نعم. دول العالم. ماذا صنعت سوريا خلال الحرب؟ شو نعم. هي أبرز الكتب اللي أخذتوها للقاهرة؟ نحن كان أهم رسالة نحن أنا بتصور أنه وصلناها للشعب المصري، وهي عبارة عن كلمتين بدي أقولهم: نحن هنا. تمام. يعني نحن موجودين مستمرين. حضارتنا مستمرة، حضارتنا ما بتنقطع. وأنا هذا الكلام اللي كنا فعلا حقيقة عم ننطلق له. عملنا ندوة شارك فيها مشكورا أيضا رئيس اتحاد الصحفيين يوم الجمعة الساعة 5 مساء عن دور الإعلام السوري المصري في دعم العلاقات، وأنا بأكد العلاقات الجماهيرية، العلاقات الشعبية بين البلدين. حقيقة كان أيضا حضور منقطع، يعني النظير أنت عم تشوفي الشعب كله بده يعرف شو صاير بسوريا، ليش هيك أنتوا، شو اللي صار معكم، شو هو حجم، خليني أقول الدافع للجماعات الإرهابية اللي إجت، ليش صار هذا الأزمة الحقيقية اللي وصلتوا ليوصلوا إلها هدول الناس المندسين اللي إجوا لعنا. فكان خليني أقول الأستاذ موسى عبد النور أوضح الواقع السياسي، الواقع المنطقي. أكيد نوجه له تحية للأستاذ موسى عبد فعلا حقيقة. أستاذ موسى عبد النور عمل جهد كتير كبير بهذا اليوم، وقدم لنا رؤية ناصعة لسوريا الحقيقية. جينا نحن أيضا في اليوم الثاني كان عندنا أيضا نشاط فني تمام، لكن قبل النشاط الفني وهذا اللي بدي لكم اياه، كان في عنا كمان من وجه تحيه للدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب، كان له محاضره عن شو جميله ولطيفه، كتاب سوريون كتبوا ونشروا في دور النشر والصحف المصريه. كان ايضا تفاعل جماهيري ما معقول. وأنا كمان بدي وجه التحية زارتنا الكاتبة الكبيرة لينا كيلاني المقيمة بمصر، كاتبتنا كمان وزارتنا، وعبرت عن بمداخلتها عن عمق الأصالة السورية، عن عمق الحضارة السورية. نحن قدمنا شيء بصراحة بمصر يستحق التقدير، وهذا اللافت بهي المشاركة لهي نعم. السنة يمكن التنوع المشاركة تماماً. يعني نحن من نحن خلال دور دور النشر، دور النشر اللي شاركت في كان فن سوري أصيل، يعني في الجمهور المصري يتعرف يمكن على عدة فنون خلال هيدا المعرض سورية نعم. فهون يمكن اللي ميز هي المشاركة كانت مختلفة نوعا ما طبعا. وواسعة بشكل نعم. أكبر. وهلأ طبعا نحن هاي أول مرة نحن ننطلق من بهذا الكلام إذا انطلقنا كفنانين وكصحفيين وككتاب، وأيضا دور النشر السورية اللي ما قصرت بهدول اليومين، عملت حسومات جديدة، وأيضا قدمت عدد من الكتاب الجدد بحفلات توقيع، وقدمت بهدول اليومين يعني رؤية حضارية لواقعنا السوري. أنا بدي وجه الشكر لكل دور النشر السورية اللي كانت موجودة بالقاهرة، بصراحة كانت على خليني أقول على قدر المسؤولية حقيقة. والجهات المشاركة معكم أو الراعية، جميع الجهات اللي ذكرتها حضرتك أكيد في مجهود كبير قاموا فينا نوجه لهم تحية. أنا حتى بدي لكم شيء، كان كل
المتابعين لنا من اللي بدي اوجه لهم شكر ايضا انا من القياده السياسيه اللي كانت عم تتابع معنا لحظه بلحظه الواقع اللي احنا كنا عم نساويه، ايضا من الحكومه كان في متابعه لنا بشكل كتير كبير، وايضا والاهم نحن هذا التفاعل الجماهيري. اليوم انا في عندي كتاب سوريين صاروا يطلبوا منا انه انا ممكن اطلع، اتصوري اللي انا ممكن اطلع على القاهره على حسابي، بس انا اطلع وكون ممثل لسوريا مشارك مع هذه اللحمة الوطنية يلي أنا فيني أقول حقيقة وظهرت بشكل واضح بمصر. حقيقة أنا أيضا بدي ما أنسى الجانب المصري، الجانب المصري اللي هو فيني أقول رئيس الهيئة المصرية العام الكتاب الدكتور هيثم اللي قدم لنا حقيقة خدمات جليلة، اللي فيني أقول كمان مدير معرض القاهرة قدم بصراحة، الأستاذ طارق قدم شيء نحن ما كنا متوقعين إنه هذه المساعدات، وحتى هن ما بتصور كانوا متوقعين هذه اللحمة الجماهيرية. لذلك كنا دائما نقول هنا دمشق من القاهرة، صرنا نقول هاي بشو بواقعنا، مثل ما كنا نقول هنا القاهرة من دمشق. اليوم عدنا، فيني أقول أنا القاهرة كانت بوابة لعودة الثقافة السورية إلى خليني أقول إلى الحضن العربي الدافئ يلي، وأنا عم بقصد دائما الواقع، أنه الواقع الجماهيري الواقع الشعبي. نحن اليوم على فكرة بوابتنا للعودة إلى الجمهور من خلال الثقافة، من خلال الفن، من خلال المسرح، من خلال الكتاب، من خلال حتى أي حامل من الحوامل الثقافية يلي هي بتعبر. نحن اليوم مو بس اتحاد الناشرين لازم يشتغل على الثقافة، مو بس اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب لازم نحن نحمل ثقافتنا ونظهرها للعالم العربي بالذات وللجمهور العربي، لازم يساعدنا فيها الدولة حكومة، وزارة الثقافة، إعلام، تربية، أوقاف، تعليم عالي، ايضا الوزارات الاخرى، النقابات الاخرى. انا 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 برايي نحن اليوم الثقافه هي واجهه سوريا القادمه، الثقافه هي الحامل الاساسي يلي نحن كلياتنا اليوم لازم نعتز فيه، لازم اليوم نحن نأيد وندعي للجيش العربي السوري بالانتصار، وندعي ايضا لمثقفينا كمان عم يشتغلوا وكتابنا وناشرينا في جبهات أخرى لها من الأمل وزرع الأمل والتفاؤل والبسمة على جميع أبناء الشعب السوري وعلى جميع أيضا أبناء الوطن العربي. أنا بشكركم، وفيني لكم قريبا جدا حيكون لنا نشاط آخر في دولة عربية أخرى، ربما تكون دولة مشرقية، ربما تكون دولة مغربية، ربما تكون دولة خليجية، وترقبوا منا نشاط آخر لسوريا، لسوريا الحضارة والثقافة والنشر والإبداع. نعم. بدنا نتشكرك رئيس اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم القادمة، شكرا كثير لك. وانا بدي بدوري كمان بدي اتشكركم واتشكر الاخباريه السوريه. شكرا لك. شكرا لك استاذ هيثم، وان شاء الله موفقين بكل جولاتكم الاخرى. شكرا كثير. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار ونتعرف سوا على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه والسوريه، واكيد مع زميل بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك سلمى. موجز الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. انتهكت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف مناطق سكنية بمدينة دمشق أمس، في حين ردت وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على مناطق إطلاق القذائف. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن المجموعات المسلحة أطلقت قذيفتي هاون على أرض معرض دمشق القديم ومنطقة القصاع السكنية، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين.
اعتقلت شرطة النظام التركي الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي سرب الكمال باي بعد يومين فقط من تركها منصبها الحزبي، وذلك بسبب احتجاجها على عدوان نظام أردوغان على منطقة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي. وكانت كمال باي قد دعت للتظاهر ضد العدوان العسكري التركي على عفرين، وتم إصدار أمر باعتقالها من قبل سلطات أردوغان يوم الجمعة الماضي. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق أثناء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات شعبية اندلعت في قرية سالم شرقية مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفي السياق ذاتها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحفيا فلسطينيا يعمل في إذاعة صوت الحرية بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 13 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في عدة مدن وقرى من الضفة الغربية. كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية المرتزقة النظام السعودي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد إثر احباط محاولات تسللهم في منطقة علب عسير. كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة نظام الرياض في موقعي الفريضة والمعنق بجيزان، ودمرت آليات عسكرية لهم، إضافة إلى تدمير تجمعاتهم وآلياتهم في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة. وتصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف مكثف لقوى العدوان والمرتزقة باتجاه صحراء ميدي بمحافظة حجة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو. صباح نغير. شكرا لك بهاء من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير، ووصلنا لمحطتنا الختامية. أكيد دائما منخصص يمكن يوم الأربعاء محطتنا الأخيرة لعلم الطاقة، وكتير بنسمع عن الشاكرات وهالات الطاقة يلي بتتكون من عدة ألوان، وكتير من الأشخاص بيتأثروا من مراكز الطاقة الخفية بالجسم. أكيد نور، شو هي الشاكرات وشو تأثيرها على الجسم؟ كيف ممكن نشحنها بالطاقة الإيجابية؟ مواضيع رح نتعرف عليها أكثر مع خبيرة الطاقة يسرى يوسف. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف على الشاكرات السبعة اللي هن يمكن نقط أساسية بالجسم من خلالها يمكن هن نستمد الطاقة أو بناخذ الطاقة. أكيد. هلأ نحن بنعرف أنه كلمة شاكرات هي كلمة سنسكريتية من لغة أو من ثقافة هندية، والشاكرات معناتها التموج أو الحركة اللي بتصير فيها مثل العجلة أو مثل الدوامة. وباللغة العربية الفصحى بناخذها على طريق مقامات. فالشاكرات هي تجمع الطاقة بجسم الإنسان وطرق تمركز الطاقة أو مسارات الطاقة، وتبدأ من أسفل الظهر حتى منتصف الرأس عمود الفقري، من أسفل العمود الفقري لأعلى قمة الرأس. والشاكرات نحن بنعرفها، الشاكرات الأساسية هي سبعة. في عنا شاكرات كتير، في شاكرات ثانوية وفي شاكرات أساسية، ولكن نحن بناخد الشاكرات الأساسية اللي هي السبعة، يلي بتبدأ من شاكرة الجزع، شاكرة السرة، الضفيرة الشمسية، وشاكرة القلب والحلق والعين الثالثة والتاج، تنتهي في قمة الرأس. طيب خلينا نحكي شوي عن آلية عمل كل شاكرة وتأثيرها، لأي درجة ممكن تأثر هي الشاكرات على حالتنا الصحية؟ الشاكرات تبدأ، نحن حكينا من أسفل الظهر، في عنا شاكرة الجزع أو القاعدة اللي هي بتربطنا بالأرض، بتربطنا بالمكان اللي منولد فيه، اللي بيكون في علاقتنا مع المحيطين. إذا كانت علاقتنا قوية مع الأهل، مع الأصدقاء، مع المحبين، بتكون شاكرة كتير قوية، لونها بيكون أحمر، وعلاجها بيكون بأي شيء من الخضار أو الفواكه اللي لونه أحمر. فنحن لما بيكون فيها تعب أو خلل بنشحنها باللون المناسب لها عن طريق الطعام أو عن طريق المشي. حتى اللبس يمكن. نعم. يعني اللبس. حتى اللبس طبعاً. الواحد حتى اللبس. كان حاسس بوهن أو تعب جسدي ولبس لون أحمر معناته عم بيعالج الشاكرة. إيه طبعاً بيعالج الشاكرات، لأنه كل لون، كل شاكرة إلى لون معين منعالجه عن طريق لبس اللون أو الطعام يلي لونه مناسب للشاكرة، أو عن طريق التأمل.
فشاكرت الجزع أو القاعدة إذا بدنا نعالجه وكان فيها خلل فهي عن طريق المشي ونحن حافين القدمين أو شالحين من رجلنا من قوية وبتصير اللي بتكون عنده شاكرة الجزع قوية بيكون قريب من الأهل قريب من الأصدقاء بيحب كل شيء قديم بيكون عن بيت أهله مرتاح جدا جدا. هلأ منشوف نحن أنه الشاكرة إذا كان فيها خلل لاحظي على أي إنسان بيكون علاقته سيئة مع أهله أو مثلا بيقولك أنا ما حبيت فوت على البيت فبدون يمشوني على نمط معين أو كذا بيكون ترك البيت ومشي بيكون عنده خلل بالشاكرة. بناخذ الشاكرة الثانية اللي هي شاكرة السرة أو شاكرة الجنس تحت السرة بخمسة سنتيمتر لها علاقة بالجنس عند المرأة والرجل طرق التكاثر بيكون كمان إذا كان فيها خلل بيكون بتساوي عقم بتساوي قلق بتساوي اضطرابات نفسية كمان لونها بيكون أورنج وأي أطعمة لونها مثل اليوسفي مثل البرتقال منعالجها باللون المناسب الأورنج أو الأطعمة المناسبة. كمان بنذكر من الشاكرات الضفيرة الشمسية يلي بتكون هي بأعلى المعدة عفوا أعلى الصدر القفص الصدري توصل للمعدة بتكون كمان مسؤولة عن حالات القلق اللي بتصير معنا عن الأمعاء عن الآثار النفسية عن الخوف إذا كان فيها خلل بتساوي معنا كتام بتساوي اضطرابات نفسية إذا إنسان بيكون متضايق كتير أو تعرض لموقف فبيقلك أنا أمعائي صار فيها شيء بدي فوت على الحمام أو أي شيء يعني الاضطرابات النفسية اللي بتصير بيكون لها علاقة بشاكرة الضفيرة الشمسية وهذه بدي أسألك عنه قديش فعلا يمكن الشاكرات بيأثروا على الحالة النفسية للشخص يمكن الضفيرة الشمسية هي المركز الأساسي طبعا الضفيرة الشمسية هي المركز الأساسي ولونها أصفر وتعالج بالأطعمة الصفراء أو باللبس الأصفر كمان. طب كيف فينا اليوم نشحن الشاكرات السبعة بالطاقة الإيجابية؟ يعني اليوم بتلاقي في كتير من الظروف يمكن النفسية والمادية بتأثر على شخصية على الشخصية أو على النفسية بشكل عام. شحن الطاقة الشاكرات أو معالجة الشاكرات إذا كانت إذا كان فيها خلل أو كان فيها تضخم. الماستر هو بيعرف شغله أكيد إذا ما قدرنا نروح لعند ماستر أو معالج بإمكاننا نحن عن طريق اللبس عن طريق الأطعمة اليوغا أو التأمل نعطي أمثلة مثلا أنه اللبس شو هي الألوان اللي حسب الشاكرة أو حسب الخلل بالشاكرة اللي يعني بيعاني منها إحنا كيف بدنا نشحن شاكراتنا بشكل عام أنت مثلا فرضنا إنسان ما بيعرف عن هالعلم وتعبان كتير فما رح يعرف الألوان نحن بنعرف انه المعالج وصل لدرجة انه يشوف الشاكرة وتضخم الشاكرة اذا كان فيها خلل الانسان العادي عن طريق التأمل بامكانه يروح على بحر على بستان على اي مكان فيه خضار بيعمل تنفس طاقة سبعة بسبعة وبيغمض عيونه مثل التأمل يعني بيدخل بمرحلة استرخاء وبتنشحن طاقته بدون ما يعرف بيرجع بيقلك أنا ارتحت نفسيا فهو بيكون شحن وعالج شاكراته بدون ما يشعر طيب يسرى عادة الناس بأوقات ممكن يختلط مع الموضوع ممكن تتعرض مثلا لأكثر من مشكلة يكون فيها مثل ما قلنا أكثر من شاكرة يمكن طبعاً. فيهم مشكلة بهذا الشيء شو ممكن يساوي الشخص يفضل يبلش بعلاج أنه شاكرة بالبداية اختلال بالشاكرات أحيانا يصل الإنسان لدرجة الانتحار يعني أو درجة الاكتئاب وإذا دخل باكتئاب نحن بنعرف أنه نهاية الاكتئاب هو الانتحار بيكون عنده خلل بشاكرة العاطفة أو بتكون كذا شاكرة عنده تعباني فإجباري لازم يروح على أماكن فيها خضار يشحن طاقته أو لعند معالج ما بظن أنه يروح لعند طبيب نفسي لأنه بده ياخذ دواء أكيد فنحن بنعالج بالألوان بالأكل بالشرب بالمنتزهات أفضل ما يروح ياخذ الدواء ويتعب أكثر ما هو تعبان. طيب قديش فعليا يمكن في شاكرات أساسيات؟ نحن عم نقول في سبع شاكرات لكل شخص بس يمكن تختلف الشاكرات الأقوى عند الأشخاص من شخصية لشخصية أو من برج لبرج فينا نقول ولا ما لها علاقة؟
ما لها علاقة الشاكرات، بس بقدر ما بتكوني مرتاحة وإيجابية بتكون شاكراتي قوية. رح تختلفي أكيد عن الإنسان الثاني اللي بيكون محطم نفسيا أو تعبان نفسيا. الشاكرة اللي بتأثر أكثر شيء هي شاكرة العين الثالثة أو التاج أورا، أو مثلا فينا نقول شاكرة القلب. فأنت إذا أنت كنتي إنساني، ما بدنا نقول إنساني قاسي أو إنساني لين زيادة، يعني بدنا حد وسط. شاكرة القلب لازم تكون إيجابية معك، وبإمكانك تتخلصي من شيء اسمه اكتئاب أو وجع قلب أو أي شيء. يعني كل شاكرة لها شغلة بالمنطقة اللي هي متواجدة فيها محيطة فيها. أيوة. طيب كمان كتير أوقات بنسمع نور عن الأشخاص اللي هن بيكونوا بيشتغلوا، أول ما بيشتغلوا على شاكرة الأورا أو شاكرة الحكمة العين الثالثة. هل هذا الشيء صح ولا نحن لازم نتدرج نبلش من أسفل إلى الأعلى؟ بس تعيدي سؤالك، هل لازم نبلش بالشاكره الاورا وتنميتها ولا نبلش؟ لا، مو بالعلاج، مو شرط علاج، بمعرفتها اكثر، معرفه وظائفها، بتنميه قدرتنا على التحكم بمثل هي الشاكرات. الشاكره شاكره العين الثالثه بتكون بين الحاجبين، وفي عندنا شاكره التاج اللي بعلى الراس، فالتنتين قويات جدا جدا. قليل من الناس يلي بتوصل لشاكره التاج يلي هي بقمه الراس، بتكون قريبة من رب العالمين كتير. بيكون إنسان صافي النوايا، بيكون إنسان محب، أو بتقولي بوجهه نور، بتكون عنده شاكرة كتير نظيفة. العين الثالثة هي بتكون للتصور والتخيل، فإحنا إذا بدنا ندخل بالشاكرات كيف بدنا ننظفها أو كيف بدنا نشتغل فيها، يعني يفضل من تحت لفوق بيكون أحسن. من الجزع أو من القاعدة للشاكرة اللي فوق. طيب بالختام، نصائح عامة بتحبي توجهيها لكل متابعينا حول الشاكرات السبعة؟ مثل ما قلتي يمكن الطاقة الإيجابية هي بتلعب دور الحالة النفسية للشخص. إيه طبعا، إذا بدي أوجه أي شيء كملاحظة أو ك التفاؤل أهم شيء، يعني ما نرضخ أو ما نغلط بشيء اسمه مثلا سمعنا خبر أو نحن ضلينا بموقع تعبانين او الروتين، نغير من حياتنا. فرضنا انتم كمان، يعني مثلا انه اليوم عندكم دوام فرايحين جايين على الدوام، تعبت نفسيتكم، بخلص من هون بروح مثلا على بستان من هون، بقعد انا ورفيقتي من هون. يعني اهم شيء التفاؤل، والطاقه بيشحن الطاقه الايجابيه وتغيير المكان. أكيد. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم، وكثير من النصايح المفيدة يلي وجهتيها يمكن لكل يلي عم بيتابعونا، وإن شاء الله نهارك يكفي بطاقة مثل اللي منحتينا إياها. الله يخليك يا رب. شكرا. خبيرة الطاقة يسرى يوسف، شكرا على وجودك معنا. شكرا لكم. مع علم الطاقة سلمى، رحلتنا الصباحية وصلت لنهايتها، وأكيد رح نبقى على موعد كل يوم الصبح بتمام الساعة 9 صباحا، فابقوا على موعد. ولكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات السياسية، أكيد ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطيتها المستمرة على مدار اليوم. وأكيد تحيتنا بالختام لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. نهارك سعيد نور، وأكيد مثل ما قلنا بالبداية وكمان بالختام، رح يبقى يحمل الأمل نهارنا وأيامنا بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه، ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. خلوا اليوم مو بس هو اليوم، وكتير من الأيام تحمل المحبة. المحبة ما لها عنوان وما لها أيام، المحبة بقلوبنا. صباحكم خير دائما وأبدا. طبوا بألف خير مشاهدينا. باي باي. باي باي.